توك عندي في الانستغرام قريب 11,000 متابع، وثاني في تيك توك عندي 30,000 متابع. شكون هو مروان؟ السلام عليكم، معكم مروان أغونين، صانع محتوى جزائري في عمر 14 سنة، كبر في الجزائر العاصمة، ودوكا راني ندير فيديوهات ثقافية ودينية على مواقع التواصل الاجتماعي وما بينهم انستغرام وتيك توك. كيفاش دخلت عالم مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا دخلت لهاد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعم تاع بزاف عباد، ومن بين هاد العباد الأهل تاعي، ومن بينهم خواتاتي والوالدين تاعي، ولقيت الدعم تاني من لي كوزان تاعي وشجعوني باش ندير هاد العفسه خاطرش فيها بزاف منفعه ليا والعباد اللي يتفرجوا فيها. وعلاش توجهت للمحتوى التربوي في منشوراتك؟ خاطرش المحتوى التربوي لقيت فيه افاده ليا، وتاني لقيت افاده للعباد اللي يتفرجوا فيها، خاطرش نلقى بزاف لي كومونتير ايجابيين على هاد المحتوى، ومعناتها هاد المحتوى راهو ايجابي. كيفاش يشوفوا اصحابك لنشاطك كمؤثر؟ كاين بزاف اللي يدعموني، يقولوا لي عفسه مليحه واش راك دير، ويقولوا لي كمل. وثاني كاين عباد واحد اخرين ثاني يقولوا لي تنمروا بزاف ويقولوا لي عفسه هكذا، مالغري شغل نسيي الماكسيموم باش ندير عفسه برودوي مقي، برودوي عفسه بروفيسيونيل، بصح هما دائما يتنمروا. شحال عندك متابعين؟ انا دوكا عندي في الانستغرام قريب 11,000 متابع، وثاني في تيك توك عندي 30,000 متابع. كيفاش كان رد والديك لما عرفوا انك ناشط في مواقع التواصل؟ والدي هما لا بريمير فوا كي قلت لهم، بالعكس دعموني، قالوا لي هذه عفسه مليحه، غير دخل وشغل، قالوا برك نظم وقتك.